اليوم ما في همبرجر، ما في بطاطا مقلية، ما في دجاج محشي، وما في مشاوي. اليوم أنا ماخذكم عن صاحبي معاذ. معاذ بيعمل عصاير كتير زاكية وبنتجها من مزرعته هو. خليكم معايا، أنا موجود هلا بالويبدة، شوف إيش رح يحضرنا اليوم معاذ. انا هلا جيت ب انا هلا بويفار. اعرفكم معاذ صاحب محل. هو عمره 12 سنه كان يشتغل بالزراعه. هلا هو فكره المحل انه انا محل صحي. احنا اساسا بنشتغل بالزراعه، يعني من ايام سيدي من ال 51 بنشتغل كمزارعين. ففكره المحل هي انه اشياء من عندنا من المزرعه، وبرضه دراستي عم بنطبقها هون عندي في المحل. والهم من هذا كله انه ما بستعمل سكر ابدا. ما بستعمل سكر. رح اعمل سمودي اسمه جيت ويل. ايش فيه هلا هذا السمودي؟ في اورنج مع بنانا، في زنجبيل وقرفه. يلا طيب احكي، انت عم بشوفك عم تستعمل عيارات، مش انه مثلا على هلا يعني كل شيء محسوب. كل شيء محسوب. ليمون بنحاول نجيبها 30. قرفه ضل تحط الزنجبيل صح؟ هذا ايش اسمه؟ جيت ويل. ثانك يو سير. يلا اللي بعده. اوكي هلا الثاني اسمه ذا كولر. هلا هاد في بطيخ، فراولة، في ريحان، وفي حليب اللوز والوفيرا. الوفيرا طيب. اوكي بطيخ، هلا حنحط بطيخ. برضو بيعمل حليب اللوز عنده المحل. شو رأيك؟ مش عادي. قديش حلو بيعطي طلع عليه هون هيك. قديش حلو ماخذ فكرة يعني من مزرعة، يعني عنده شغلة موجودة، هاي الفكرة طورها لمحل. هلا ننتقل على الإشي الأقوى. هلا على البارفي. البارفي هو نوع من أنواع الحلويات الباردة، وهي أصلها في يعني في نوعين، في فرنسي وفي أمريكاني. الأمريكاني بيستعملوا فيه كتير، بيستعملوا فيه الكاس، بحطوا فيه الفواكه، بحطوا فيه كل هاي القصص. نبلش بيه. موزة. اوكي احط زي ما هي هيك. اوكي اكمل حبه ونحط ستروبري. اوكي هلا بنشتغل حليب اول بعدين المانجا، يعني بس تجمد شوي. اوكي يعني هلا ابلش. اوكي حليب. نفس الشيء البيس حليب وتفاح. وتفاح بنوزع على الصاج كله عشان تبرد معانا. هلا الفكرة انه ما تعملها مهروسة كتير، انه تكون قطع فواكه. يعني اللي بياكلها بيكون مثلا حاس انه في قطعة موز، قطعة فراولة. أوكي. مثل هيك صح؟ تمام. طبعا مانجا انت هذا عامله. بعدين نعمل هيك صح؟ ناخذ اول شكفه. طيب هلا هون بحط كمان مانجا. بحط مانجا، واذا مثلا في توبنج، اذا بتشوف في عندي مانجا مثلا مجففه. حلو، حط مانجا مجففه. حط مانجا مجففه. ايش كمان؟ واذا حدا بده عسل مثلا، هلا ممكن يختار اي شيء بده اياه. في الفواكه برضو وجبة غنية جدا، يعني ايش مكان تكون عم تاكل انت فواكه بالزبط. ومن مزرعتك وفريش وهيلثي.
زي ما ورجيتكم وي فار خلفه شخص مبدع بعمله، شخص رائد بعمله، اخذ فكره مزرعه وزاد من انتاجيتها وورجى ايش هاي الانتاجيه اللي عنده بمحل كثير صغير وحلو موجود بالويبده. هي قدامكم معاد، كل الاحترام، برافو. ويعني انا تشرفت اليوم عملت معك هيك حلقه. شوف مان مره ثانيه، باي.